عليكم. النهاردة جاية لكم بقى بفكرة مجنونة شوية، بس هنعمل إعادة تدوير لطقم التوابل. زي ما انتوا شايفين كده، طقم التوابل ده عندي من ساعة ما اتجوزت، هو لونه بني في بيج. هو شكله مش وحش، شكله حلو جدا، بس انا حبيت ان انا اغير من شكله. هنقلب بقى التركي، يعني نخلي المطبخ كله تركي. مفيش مشكلة، التجديد والتغيير مفيش اي مشكلة. ممكن ناس تقولي الاول كان الطقم شكله حلو، وفي ناس هتقولي لا بعد ما غيرنا فيه شكله احلى. ممكن يعني دي وجهات نظر. انا بس حابه يبقى في تغيير في المطبخ عندي، هيحسسني براحه اكتر. تمام. احنا اللي هنستخدمه هنا هو طبعا زي ما انتم شايفين، هو الطقم على حامل استانلس كده. الحامل الاستانلس دوت مصدي، يعني مهما غسلت فيه ونضفت فيه برضو بيبقى فيه صدى. تمام. عندنا بقى حاجتين، يا اما هنرش الحامل ده، يا اما هنرشه بالرش اللي احنا عملنا بيه الفانوس. الرش ده اسمه ريد فوكس، ده كان سعره 25. خامته حلوه جدا، لان انتي بمجرد ما بترشي طبقه واحده بيدي الطبقه معاكي تقيله. ده اسمه اهو ريد فوكس، سعر 25. في نوع تاني منه ب15، ده اخف شويه. كمان الكميه اللي بتكون موجوده في العلبه بتكون اقل شويه، فده احسن. وطبعا زي ما قلت لك، لو رشيتي منه طبقه واحده بيديكي نتيجه حلوه قوي. عشان في ناس بس سالتني عليه الوانه ايه، في منه الوان كتير. ده الفضي، في منه ذهبي، وفي اسود، وفي ازرق، وفي بني، في الالوان الصريحه بمعنى اصح. تمام. اللي هي الاحمر والحاجات الصريحه يعني موجوده منه، موجود منه كل الالوان. تمام كده. هنبدا بقى مع بعض. الرش ده انا هستخدمه في ايه؟ هعمل بيه الستاند، الستانلس ده هرش بيه الستاند. ليه؟ عشان انا هسيب الحاجات دي زي ما هي اللي في الطقم ده، الحاجات الحديد دي انا هسيبها زي ما هي. طبعا انا مش هرشها ولا هدهنها. في ناس بتخاف من الدهان، احنا هندهن بره، مش هنيجي جنب جوه خالص. يعني الجزء اللي جوه ده مش هنيجي جنبه نهائي. تمام كده. يعني مش هيضر معانا، مش هيعمل اي مشكله ولا ريحه في التوابل اللي هنحطها. وبرده انا هستخدم هنا اللاكيه، عندي هستخدم اللاكيه لسه جايباها ما طلعتهاش. وهستخدم اللون الاخضر جي ال سي، اللي هي برده ده نوع حلو، اللي هو جي ال سي نوع كويس. وبرده ده الاحمر منه عشان استخدمته قبل كده متبهدل، برده نفس النوع جي ال سي. سعر العلبه في اماكن باربعه وفي اماكن بخمسه، هتستخدمه في حاجات كتيره عندك. في ناس بتبقى حابه تدهن المطبخ نفسه، لو عندك خشب ادهنيه مفيش مشكله. في ناس كتير بتعمل كده، هتستخدم نفس الادوات دي اللي هي لاكيه والالوان. لو عايزه تدهني رخامه، لان في ناس برضو سالت على دهان الرخامه، ما انصحكيش بلاش، لان هتتبهدل معاكي. في الورق اللي هو اللاصق اللي برضو نازل عندي على القناه، ده انا جربته وبامانه انا قلت وطلعت عملت الفيديو بعد 3 شهور من استخدامه. الورق ده حلو جدا جدا بجد في استخدامه، المية مش بتأثر فيه. انا بغسله وبستخدمه عادي احسن بكتير من الورق اللي هو الستيكر العادي. سعره اغلى شوية، هتلاقوا التفاصيل كلها موجودة في الفيديو. برضو لو حابين تشوفوه هسيب لكم الفيديو في الديسكريبشن بوكس عشان للي حابب يستفيد. الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي كلها عشان جاتلي عليها اسئلة قبل كده، فانا حبيت برضو يبقى ده مقدمة في الفيديو. ممكن ما يكونش ليه علاقة قوي بس هيفيد ناس كتير، معلش اعذروني على الاطالة. بس هنبدأ. بس انا فضيت كده التوابل، بعتها بعيد وجبت انا برضو حابة ان انا ارش قدامكم عشان تشوفوا النتيجة هتبقى عاملة ايه. هنرج الازازة كده بس بشكل عادي اهو. تمام. وهبدأ ابقى فرشة حاجة كده، وهبدأ من بعيد خالص اوجه الرش على اللي انا ايه عايزه اعمله. تمام. اهو بصوا، بمجرد ما بترشوا، انا برضو هجيب لكم على مكان فيه صدى اللي انا حاولت كتير ان انا اعمله برضو ما طلعش معايا. خلاص اهو بالشكل ده كده. انا ممكن ادهنه باللاكيه والالوان عادي، مفيش مشكلة. لو حابة تعملي كده مفيش مشكلة، استغني عن الخطوة دي. بصوا ده كله كان صدى مش راضي يطلع.
اللي طلع معايا هو اللي في النص ده، انما الجناب دي حاولت جدا ان انا اطلعها برضو ما طلعتش معايا. خلاص ما بياخدش وقت في انه ينشف، ممكن ياخد معاكي ربع ساعه ونص ساعه بالكتير قوي عشان تتاكدي انه نشف، مفيش مشكله. طبعا انا هكملها، انتوا طبعا اكيد النتيجه واصله لكم وظاهره جدا قدامكم. ده حلو قوي لو عايزه تجددي، لو عندك ركنه في الحمام او برضو عندك ركنه في اي حاجه استلز بالشكل ده ومصديه، اعمليها بالطريقه دي. يعني في اجزاء فيها صدى اهي انا عملت عليها، لان انا حاولت ان انا اطلعها ما طلعتش معايا برضو، هكملها بنفس الشكل. بصوا كده الاستند خلاص نشف معايا اهو، شكله اهو ما فيهوش اي صدى ولا اي حاجه مضايقانه. طبعا تقدري تلوني يعني في كذا لون، لو عايزه ذهبي او اي لون تاني زي ما تحبي. ابتدي بقى اجيب كده، هجيب البرطمان عندي، هفك بس الحاجات اللي فيه ديت، احط بقى شويه من اللاكيه الابيض، بعد كده هجيب حبه لاكيه وهحط شويه من اللون الاخضر، وهبدا كده اضربهم مع بعض لحد ما اوصل لدرجه اللون اللي انا عايزاه. ما تحطيش نفط، ما تحطيش نفط، احنا عايزين ايه اللون التقل بتاع الدهان يبقى حلو. خلاص النفط ده بس استخدميه لو في حته مثلا زياده جت في مكان انت مش عايزاه تقدري تمسحي بيه. خلاص هبدا استخدم السفنجه برضو، للناس اللي ما عندهاش فرشه برضو نسهل على نفسنا. هبتدي اجيب حبه لاكيه وشويه لون من الاخضر، وهبدا اضربهم كده مع بعض لحد ما اوصل لدرجه اللون اللي انا عايزاها. خلاص وعندي هنا البرطمان جزئين، جزء فوق وجزء تحت، ممكن ادهنه كله لون واحد، وممكن كمان ادهنه لونين. خلاص انا هعمل كده وهعمل كده، يعني هعمل منه اخضر في بينك اللي هو اللون اللي احنا هنعمله مع بعض اللي هو لاكيه وعليه لون احمر، وهعمل منه كله يبقى درجة واحدة ولون واحد. خلاص اهو بالشكل ده كده. في رسمة بقى، هو هنا هياخد معايا وشين، يعني بعد ما ينشف الوش ده هدي له وش كمان عشان الطبقة دي هتبقى خفيفة. خلاص الفرشة السفنجة برضو بتسهل، يعني ما تقلقيش. اهو جي عندي حبة من اللون في مكان انا مش عايزاه، اروح مسحاها. ده برضو سهلة مش صعبة، مهم تبقي متحكمة فيها اهي بالشكل ده كده. تمام دي طبقة أولانية، بعد كده هندي طبقة كمان. وبرضو هحط شوية من اللاكيه وعليهم لون من الأحمر لحد ما اوصل للدرجة دي. خلاص وهبتدي ادهن الجزء اللي فوق اهو، انا بعيد خالص عن الفتحة والقفلة بتاعت البرطمان بالشكل ده كده. هبتدي بقى ادهن الجزء ده زي ما قلت لكم احنا هنعمل حاجة مجنونة. خلاص انا هعمل كده في البرطمان ده، وهعمل الاتنين التانيين، واحد باللون البينك وواحد تاني هعمله باللون الاخضر. طرقعة شوية، السفنجة برضو سهلة مش صعبة، مهم تبقي متحكمة فيها اهي بالشكل ده كده. تمام دي طبقة اولانية، بعد كده هندي طبقة كمان. وبرضو هحط شويه من اللاكيه وعليهم لون من الاحمر لحد ما اوصل للدرجه دي. خلاص وهبتدي ادهن الجزء اللي فوق اهو، انا بعيد خالص عن الفتحه والقفله بتاعت البرطمان بالشكل ده كده. هبتدي بقى ادهن الجزء ده زي ما قلت لكم احنا هنعمل حاجه مجنونه. خلاص انا هعمل كده في البرطمان ده، وهعمل الاتنين التانيين، واحد باللون البينك وواحد تاني هعمله باللون الاخضر. طرقعة شوية،
ما فيش مشكلة لو جه على اللون اللي تحت، احنا هندي طبقة كمان. بصوا كده اهو شكله كده، طبعا لسه ما ادناش طبقة كمان. انا هنا هدهن الغطا بتاعه، هدهن الجزء كده اللي من فوق ده. خلي بالكم ان الحزة ده بيدخل فيه الجزء اللي هو الاستانلس، انا مش هلونه، هسيبه زي ما هو. تمام، هدي بقى الغطا هعمله باللون الاخضر، خلاص اهو بالشكل ده. ممكن تلوني، انا هلون كده، هلون برطمان بالاخضر وبرطمان بالبينك وبرطمانات هلونها جزء وجزء، هما لونين لايقين قوي مع بعض، لايقين جدا مع بعض، فما فيش مشكلة لو لونتي. اديله بقى طبقة كويسة بالشكل ده كده على قد ما اقدر. بصوا انا بعيد خالص، خلي بالكوا ان انا بعيدة عن الجزء اللي هو بتاع فتحة الغطا وقفلة الغطا، يعني انتي لو دهنتي والدهان كان جوه ده اللي هيبقى فيه مشكلة، انما الدهان بره ما فيش اي مشكلة. خلاص هسيب بقى كده الطبقة دي تنشف، هكمل باقي البرطمانات عندي، فيهم هلونهم كده لونين بنفس الشكل، وفيهم اللي هلونه يا اما بينك يا اما اخضر. تمام، هتشوفوا برضو الحاجات دي برضو هلونها بنفس الشكل. خلاص كده نشف معايا، وديته كمان وش تاني. خلاص انا بقى هنا ايه، ظبطت بس شكل الدهان الاخضر، ظبطته بنفس الشكل اللي موجود في البرطمان. خلاص كده اهو شكله كده نشف تماما معايا. هبتدي بقى عندي لو في حتت كده جات على الجزء اللي من فوق بتاع البرطمان، هجيب قطنة بأسيتون وهبتدي امسحها بالراحة خالص. طبعا مش هقدر ان انا استخدم التينر او النفط، خلاص احنا قلنا هنبعد خالص عن الجزء اللي فوق بتاع البرطمان. هبدأ امسحها كده بمنتهى السهولة، هتطلع معايا خلاص. يبقى الأسيتون بيطلع معايا اي حاجة جت زيادة. تمام، اي حاجة بقى هلاقيها في البرطمان كده زيادة همسحها بالشكل ده، طريقة سهلة خالص. طبعا الاسيتون ما فيهوش اي حاجة اهو، وبعيد خالص عن ايه، عن جوه البرطمان. هعمل كده في كل البرطمانات اللي عندي خلاص، والاجزاء بقى اللي هي بتاعت البرطمان نفسه، الاجزاء اللي هي الحديد دي انا رشيتها برضو، رشيتها برضو بنفس الرش اللي رشينا بيه الستاند، رشيناها فضي. وهبدأ اركبها واوريها لكم بقى بعد ما اركبها كده. خلاص الطقم خلص معايا، ممكن نديله وش ورنيش، نجيب ورنيش برضو من عند الموال ونديله وش ورنيش عشان نقدر نغسله، مفيش اي مشكلة. خلاص هو طبعا سهل جدا يتشال، يعني هو مش يعني مش صعب، هو مجرد ما بتقشريه كده خلاص بيطلع معاكي. ممكن يرجع شكل البرطمان معايا زي ما كان، بس انا حبيت ايه اغير يبقى فيه تجديد بس شويه. خلاص هركب بقى الحاجات دي كده ونشوفه مع بعض بعد ما ركبناه. ده شكله كده بعد ما خلصناه، وده شكله كده بعد ما خلصته اهو. اللونين مع بعض جميل، لو حابة تعمليه لون واحد مفيش مشكلة. اللون ده عشان ياخد معايا الدرجة دي انا اديت له اللاكيه وحطيت معاه اخضر، بس قليل قوي من الاخضر، لو عايزة اغمق من كده زودي الاخضر فيه. بس كده ده شكله اهو، حاجة مجنونة كده، بس تغيير وتجديد يعني مطلوب، التجديد مطلوب. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة لأول مرة تشوفيني، وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.